صحينا يلا نتسحر وجمعنا على الله أكبر الله أكبر الله أكبر. صحينا يلا السلام عليكم البنات ورمضان مبارك سعيد. نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ويدخل عليكم ربي رمضان باللي كتمنوها ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم البريوات ديال اللوز بطريقه مبسطه وسهله. نتمنى انه ينالوا الاعجاب ديالكم انكم تجربوهم. ولي اول مره كتشوف قناتي ما تنساش تشترك وتدعمني بجيم وتعليق ونبداو على بركه الله. هنا عندي واحد شويه ديال اللوز مطحون تقريبا شي 300 غرام هكاك، ماشي بزاف. انا غندير غير واحد الكميه قليله وغادي نضيف واحد المعلقه صغيره ولا حتى جوج معالق صغار ديال الماء زهر وواحد المعلقه صغيره ديال القرفه. هذه هي العقده اللي كندير فيهم. مهم هنا عندي الورقه ديال البسطيله، المهم انا طحنت اللوز ديالي من قبل في مولينكس حتى بدا كيطلق الزيت ديالو، هو سكر كلاصي، ضفت له السكر كلاصي، طحنته مزيان 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 حتى تعجن لي ولا بحال شي عجينه وبدا كيطلق داك الزيت ديالو. ودابا غادي نضيف له الماء زهر، هادشي اللي باقي خصني نضيف لان السكر درت له السكر، ما قلت لكم شحال لان السكر كيبقى على حسب الذوق كل واحد شحال ما بغى يضيف، لان انا ما كنكثرش حلاوه بزاف ولا بغيتهم حلوين. هما اصلا من بعد غادي يداروا في العسل يعني كيجيو معسلين. مهم كل واحد على حسب الذوق ديالو. المهم هنايا غادي ندير واحد جوج معالق صغار ديال الماء زهر كما قلت لكم. ومن بعد غادي ندير واحد المعلقه تقريبا معلقه صغيره ديال القرفه. ثمان معلقه صغيره تقريبا. صافي غادي نخلط العقده ديالي مزيان، غادي نخلط تيندمجوا لي العناصر بيدي. غادي نبقى نخلط مزيان، ندخل ديك القرفه والماء زهر في ديك العقده ديالي. صافي فقط لا غير، انا غير هادشي اللي كنضيف في العقده ديالي ديال اللوز دائما، هادو هما المكونات اللي كندير فيها. كنبقى نخلط مزيان حتى كيتجانس لي كلشي مع بعضو البعض. صافي من بعد ما كنسالي كنبدا نكور كويرات اللي غادي نديرهم في وسط البريوه. انا كيعجبوني البريوات الصغيورين، ما كنديرهمش كبارين بزاف، كنديرهم صغيورين على هذا الحجم، هذا كافي. غادي نبقى نكور تنسالي الكميه اللي عندي، ومن بعد غادي ندوز للورقه. ساهلين مهلين البنات والله، الا كيجيو المذاق رائع صراحه، كيجيو واعرين وفي رمشه عين يعني كيوجدوا كيكونوا عندنا ساهلين. انا زعما ما كتحرفليش فيهم دغيا دغيا، كنديرهم عندي اسهل ما يكون. كنستمر هكذا حتى كنكمل الكميه كامله.
وهنايا من بعد ما كورت داك الخليط اللي عندي، دابا غادي ندوز للورقه. الورقه المهم ماشي بحال ديال المغرب، ديال المغرب رائعه كيوجدها لك ديك الساعه وكتجي بها طريه وفن وغزاله، ولكن هذه اللي عندنا حنايا غنحطو باش الماكل، وعاد شويه كتكون مالحه هذه. لهذا البنات اللي عايشين برا وكيشريو هاد الورقه، فإلا كانوا غيديروا بها مملحات من الاحسن ما يكثروش الملحه، لان هي ديجا كتكون مالحه. كتجي على هذا الشكل هذا، كيفرقوها بهذا البابي ديال يعني ورق الزبده. المهم كنقضيو ونعديو بها وصافي، ماشي شي ورقه نيت. الاحسن زعما الانسان كون كان عنده الوقت يديرها في الدار احسن. المهم غادي نحط ديك الورقات كلهم اللي عندي، كيجيو فيها 10 د الورقات، غادي نحطهم كلهم فوق بعضياتهم، نستفهم هكذا فوق بعضياتهم. دابا غادي نشدها غادي نطويها على هذا الشكل. غادي نجيب الموس باش نحدد به القياس اللي خاصني، نحاول عيني ميزاني نعبر. غادي نعبر بصباعي، درت تقريبا 4 اصبع. غيجيوني 4 الأشرطة. هنحاول نقطعها بالموس. المهم انا كنديرهم رقاقين، لان كما قلت لكم انا كيعجبوني البريوات يكونوا صغار. كاين اللي كيقسم هاد الورقه غير على 3 المرات كافيه باش يديروا البريوات، ولكن انا كيعجبوني صغيرين. غادي نكمل هنا بالمقص، كيعجبوني يكونوا صغيورين، راجلي في عضه وحده كيكمل البريوه باش نيت حتى الا ماشي الا كانت كبيره كتعضي منها وتحطيها صافي، ما بغيتيش تكمليها كتبقى تماك. كيجيو هكا على هذا الشكل.
هاد الجناب واخا تشوفوهم هكذا دايرين، راه حتى هما كندير بهم بريوات، ما كنضيع حتى شي حاجه. غادي نوريكم الطريقه ديال الطي كيفاش. انا غادي نطويهم الطريقه العاديه مثلثات، الطريقه المعروفه. هنا كنفزك غير بشويه د الماء، انا ما كنبغيهمش يجوني عامرين بالزبده، وداكشي ما كندهنش الورقه من قبل بالزبده وما كنلصقش بالزبده. صافي كندير غير شويه د الماء، راه كيبقاو مسدودين بصراحه، ما كيتحلوا لي ما والو. دائما هذه هي الطريقه ديالي وما عمرهم كيتحلوا لي. المهم نحاول نوريكم كيفاش كنطوي. كناخذوا هاد الطرف على هاد الجهه ونحاولوا نقلبوا للجهه الاخرى مثلث. صافي وحنا غاديين حتى كيتشكل لنا ديك المثلث مقاد وزوين من هاد الجهه لهاد الجهه حتى كنسهل. نعاود معاكم واحدة اخرى تشوفوا كيفاش. صافي البنات، مهم هذا هو الشكل ديالهم، كيجي بحال هكذا. غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي ونرجع معاكم. ها هما من بعد ما كملتهم خرجوا لي غير هذا الشيء، هذا ديك الكميه الخليط اللي كانت عندي خرجت لي غير هذا الشيء. صافي وهنايا غادي نمر لعمليه القلي. انا كندير واحد الكاسرونه كندير فيها الزيت، كنخليها تسخن، من بعد كنبدا نقليهم في الكاسرونه. هذا العسل اللي تبقى لي من الشباكيه، العسل المنزلي اللي درت في الصراحه في الدار، صدق رائع رائع جدا. هذوك اللي كتشوفوا ديك النقيطات، هذاك غير الجنجلان ديال اللي شاط لي من الشباكيه، صدق رائع. حتى البريوه تجاو به فنين، المعسلات كاملين كيجيو به فنين، والله الا صدق لي فن هاد العسل هذا، وشاط لي منه الخير والبركه. شوف ما وريتكمش البنات عمليه القلي لان دغيا كيتحرقوا ديك الشيء دغيا. المهم قليتهم وعسلتهم وغنوريكم الشكل النهائي. المهم القلي راه كلشي كيعرف يقلي. هنا جيت نوريكم داك العسل اللي شاط لي، صفيته من داك الجنجلان اللي فيه، وشو الصلاه على النبي شحال شاط، باقي الخير والبركه. بالنسبه لي انا كندير كميات صغيره من الشباكيه، كميه صغيره ديال البريوات، يعني كيلو ديال السكر في نص لتر د الماء خرج لي بزاف د العسل وشاط لي، قدني لكل شيء وشاط لي، وباقي لي باش ندير بقلاوة. الا درتها ان شاء الله نشاركها معاكم. وها هو الشكل النهائي للبريوات ديالي بعد ما عسلتهم وزوقت لهم الجنيبات ديالهم بجنجلان محمر، كيجيو على هذا الشكل، منظر جميل ومذاق اروع. كنتمنى انكم تجربوهم. راني ما قليتش وعسلت الكميه كلها اللي خرجوا لي، قليت غير النص وعسلته والنص الاخر احتفظت به في الفريكو هكذاك. هاد التروكو ديما كنديرو كل عام، يعني ما كيجيو فين يتسالاو لي هادوك اللي عندي، حتى كنقلي الاخرين كنجبدهم من الفريكو وديريكت كنقليهم ونعسلهم. هكذا كيبقاو لي مده اطول،
وما كي مع المده ما كيهربش عليهم العسل ويقصاحو ولا شي حاجه، كيبقاو طريين بحال عاد درتيهم عاوتاني. فقليت غير النصف ديال الكميه وعسلتها، والنصف الاخر احتفظت به هكذاك في الفريغو في واحد البواطه وصافي. ونتمنى ان البريوات اليوم ينالوا الاعجاب ديالكم، انكم تجربوهم. وصحه فطوركم.